نهائي العرس الخليجي بين عمان والعراق، منتخبان على قلب رجل واحد على رادار سبورت فورول. اهلا بكم. النهائي احنا ان شاء الله احنا وعمان بلد واحد، القلب مقسوم نصين، اذا فاز العراق واذا فاز العمان فرحتنا نفس الفرحة ان شاء الله، وهلا بيكم ومية هلا وعلى راسنا ان شاء الله كل شعب عمان وكل الخليج ان شاء الله نشرف فيكم. عمان في النهائي والكاس يقول لازم اروح عمان. والله اولا يسعد لي مساكم على هذه الاستضافة، وأمانة أنا عن نفسي أريد الكأس عراقي، أكون صريح معك. الكأس عراقي. تعرف ليش؟ لأنهم أغمرونا وخجلونا بكرمهم، والله العظيم، ناس طيبين يستحقوا، يعني بالله عليك باوع على قولتهم باوع، هاي الجمهور ما يستاهل الكأس؟ والله إني يستاهله والله، وإن شاء الله الفوز عراقي بإذن الله. عراقي. عراقي. والله. عراقي وعد، إن شاء الله بإذن الله. حياك الله. جاي من عمان ما شاء الله. ان شاء الله. جاي من عمان نعم. اليوم المباراة 90 دقيقة تفصل عمان عن بطولة الكأس. عمان فاز ولا خسر نقول له ألف مبروك، ونحن فزنا بطيبة وكرم أهل العراق. وإن شاء الله ما أحد خسران، أهم شيء تجمعنا وهذا الجمهور يستاهل هذه الفرحة. بارك الله فيهم. كم تتوقع المباراة اليوم؟ نعم. كم تتوقع المباراة اليوم؟ والله التوقع صعب، الجمهور والأرض لصالحهم. بس ما اتوقع احد خسران، ما اتوقع احد خسران، ان شاء الله كنا فايزين. الشعب العراقي
والشعب العماني على صعوده للنهائي كأس الخليج 25. وأحب أهني الدول العربية حتى إذا كانت خسرانة انجمعت بالعراق العزيز، وإحنا فرحانين بجمعة هذه الأمة العربية كلها في البصرة العزيزة. وشكرا عيوني، نهنيكم ونهني الشعب العراقي، وإن شاء الله إحنا كلنا خوان، وما يهمنا الكاس وما يهمنا الفوز، المهم انجمعنا وصلنا قلب واحد على عناد كل حاقة، صرنا قلب واحد على عناد كل حاقة، صرنا قلب واحد على عناد كل حاقة. أقول هلا بعمان وهلا بجيتهم، هلا بعمان وهلا بجيتهم، رفع راس الرفع من شفت لمتهم، رفع راس الرفع من شفت لمتهم. ها واحنا لا استسنا الملعب، واحنا نلعب فيه احنا لا استسنا الملعب. البصرة كيف؟ شفتوا الارث الخليجي، اللمة الخليجية، اللحمة هذه، عسى الله لا يفرقنا. الشعب العراقي اليوم فرحته ما توصف، جمهور في الملعب قبل بداية المباراة بتسع ساعات، غير هذا الجمهور وهذا الشعب. انت شوف، انت عماني بهالجمهور العراقي. هذا العمانيين، هذا العمانيين، عراقي عماني. شوف العراق فازوا بالكرم بالسخاء بالطيبه، احنا راح نفوز بالكاس. ايوه، وتاكلهم الحلوه العمانيه على طول على طول. لكن اليوم الجمهور العماني هو العراقي. اليوم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم، ان شاء الله كل احنا واحد، عراق وعقمن ما في كلام. بالعكس، اوكي بالعكس، كل احنا واحد، هم يفوزوا نفرح، كلنا احنا نفوز هم يفرح. والله كل احنا واحد ان شاء الله. واحد هلا بيك، هلا هلا بيك، هلا هلا بيك، هلا هلا بيك، هلا هلا بيك. يا الله باذن الله بس خليك يمي. الكاس كان عماني ولا عراق ما كفرق، كنا اخوان، كنا والله كنا اخوان. الفوز مبين عراقي، عراقي الشعب لا ما يضيع بلاش. والعراق فايز، واذا ما فايز اشقق هدومي وروح ابوي احرق السياره، وروح ابوي احرق السياره يا ابوي. فوز فوز ان شاء الله، عراقي عراقي عراقي. النتيجه 2-1 للعراق ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله 1-0 للعراق ان شاء الله، ان شاء الله 1-0. شغل شغل قال بيحرق السيارة، قال الله أكبر، لو عمان فازت بيحرق السيارة. منك لا صفر للعراق إن شاء الله، هذا العراق عمان واحد إن شاء الله، ناخذ الكاس ونرفع راس على هذا الجمهور كله إن شاء الله. يريد يفوز، ما يفوز، يفوز والله ما يفوز. احنا عراقيين، ما فرق ما فرق، احنا يسود رافدين، احنا وين يفوزوا؟ حتى الجمهور، حتى المصابات ما اخذناها، لا 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 رطوبة، حتى حتى عادي ما فرق، اخذها من عند اثنين العراق، اثنين منتهيه من هسه محمد اللي ادري ذا 2-1 خايف ضايع ان شاء الله الفوز، والثلاثه الشوط الثاني اليوم خمسه ان شاء الله، خمسه 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 حجي، سته اليوم ان شاء الله، سته اليوم ان شاء الله. عمان جايه تاخذ الكاس وتروح. لا يبا لا 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 كمل، حسين ان شاء الله الكاس من البصره لبغداد ناخذه ونروح، هسه طالعين منتظرين بس السبعه، الكاس رايح المصره بالسبعه منتظرين ناخذه ونروح. حبيبي عندنا فايش يقول اليوم، فايش يقول ايمن حسين، منتخب عمان منتخب قوي ان شاء الله 2-1. تخيل اكثر من 70,000 من البارحه لليوم ما شايفين النوم، وتريدنا نخسر هاي انسوها، ولو انتم اماراتيين على الراس. ومناشده من خلال قناتكم، اتمنى من اداره مدرسه السلام ان يعطوني اجازه بسبب بطوله الخليج، لان غبت اسبوع كامل، اتمنى منهم. اخر شيء بتخسر الكاس؟ لا مستحيل، الكاس دولة كفو. أنا احنا ممنونين من عدكم، من عمان، من كل دول الخليج. احنا العراق كنا جسد بلا روح،
بجايتكم انتم رجعت لنا الروح مثل ما البصرة رفعت شعار انتم اهل الدار انه انتم العرب اخواننا واشقائنا واخوتنا اخوتنا بالدين وبالاسلام وهذا بلدكم. اما البطولة الفائز او الخسران اليوم ماكو. اذا العمان فاز تقول لنا مبروك واذا العراق فاز فهي هن تقول لنا مبروك. فعمان شعاركم وشعار سيف والكاس عراق ان شاء الله. ان شاء الله كفو لا مو كفو. انا اشجع الاثنين بس انتوا اخوتنا وانتوا تلعبونا يا عيمنا بس احنا نشجعكم لان انتوا تلعبون بارضنا واحنا اهل. شلون؟ خاينه خاينه. هم نوعا ما مراضين بس انا اقنعهم. هذا بروفا راح تشوفون تشجيعنا يعني داخل المباراه اللي متعودين عليه لاعبينا اللي شفتوه انتم الصدى والحناجر المخلصه تجاه البلد. ان شاء الله البطوله عراقيه وكل الاحترام والتقدير لاخوتنا الخليج امارات قطر عمان البحرين اليمن الكويت بلس احد. انتم نجاح البطوله انه فاز بها العراق او ما فاز انتم جايتكم نجاح البطوله. شوف شيل يا طويل العمر شيل. هلا يابا هلا عيني هلا هلا يابا. بتزعل العراقيين عليك اليوم تقول لا ما زعلهم. هم قالوا ماكو فرق ونحن نقول بعد ماكو فرق عينين في راس بس الوطن يبقى وطن الحب يبقى حب. احب العراقيين لكن وطني عمان واعشقهم بالروح والنبض باحساس القلب. نادوك هذا عمان الحب والغرام. يا عيني يا عيني شو قمت اقول اشعار واقول لك كم جاي تعال ياي تعال ياي معي كذا كم جاي كم جاي تعال ياي تعال ياي عمانية تعال ياي بديتك رايح ياي. شو حبيت من الوجبات العراقيه؟ الباكه وتاكله في الملعب اليوم. اوه اليوم شوف انا حبيت الباكه عشان ما اتحاكى وحبيت الدولمه عشان اعيشهم اجواء استثنائيه وحبينا ايضا اللي هي الغوزي عشان ناكل بعد ما نستلم الكاس فامورنا طيبه عشان نرفع الراس. فالاوضاع جميله وتيكي تاكا موسيقيه مثل حكيهم التشكليتيه. الله يعطيك العافيه حبيبي. انا اول يوم في البطوله قلت اني ما يجي البصره اول يوم في البطوله قلت اني ما يجي البصره خسران. الاجواء هذه ما تتفوت. الحضور الجماهيري التشجيع المتواصل انت تتكلم عن ما يقارب فوق 70,000 متفرج متواجد في ارضية الملعب. لا قبل مباراة متى بتسع ساعات وين تحصل الجمهور؟ يا عيني على الشعب العراقي يا عيني. واحد للعراق وان شاء الله الفوز انه ولو احنا كنا ان شاء الله شعب واحد واهل بس ان شاء الله ان شاء الله الفوز للعراق ان شاء الله. وإذا ما أخذ العراق لا مستحيل. إذا ما أخذ هو أصلاً إحنا كلنا شعب واحد فإن شاء الله وإحنا كده كده فايزين. طول ما أنه إحنا وصلنا لهاي النتيجة إحنا فايزين. إذا إحنا أخذنا أو الأخوة العمانيين أخذوا فهو كله فوز لنا لأن إحنا كنا خليجي واحد. أتوقع النتيجة إن شاء الله 2-1 للعراق وإن شاء الله يعني أكيد ماكو خسارة بهاي المباراة لأن هم أصلاً وصلوا المرحلة كلش حلوة اللي هي مرحلة النهائي يعني. الله 1-0 ما أريد هواية كاس عماني. لا حبيبي لا حبيبي عراقي تحلم تحلم عراقي. شوف حتى لو خذوا عمان كل احنا واحد كل احنا بس واحد. ما يطلع منا بس ما يطلع منا لا لا لو عرف اروح ابوق وجهي والله العظيم ابوق وجهي. شوف 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 من رخصتك يا الحبيب احنا حزننا وحزننا وحزننا وبجينا 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 جوفت الفرح فرح فرح نريد نفرح. شوف الجمهور هذا جمهور شنو هذا يدل على انه احنا حزننا هواي. هسه جوفت الفرح صح لو غلط صح لو غلط. يلا شجعوا يلا يلا شجعوا يلا. هلا بيك هلا هلا بيك هلا هلا بيك هلا هلا بيك عراقي
يقول لك هوايه حزننا يا وقت الفرح يا وقت انا اشوف فرحه هذه الجماهير كلها تنتظر فرحه. يعني احنا ماكو داعي بعد نعبر ونحكي، الجمهور العراقي على ما اعتقد انه هو جمهور عملاق وجمهور مخيف جدا. الفرحة ما راح تكتمل الا لما ناخذ ان شاء الله باذن الله الكاس، ومثل ما جاي تشوف انت مشاعر الجمهور، يعني تحس انه الجمهور العراقي متعطش لهيجي احتفالات لهيجي بطولات، فنتامل انه بعد هاي البطوله انه تكون اكو بطولات اخرى بمحافظه البصره تحديدا، لان احنا شفنا الحماس الجمهور، لكن اكيد يعني نحتاج تنظيم اكثر، نحتاج ترتيب اكثر، وهي راح تجي ويا البطولات القادمه اكيد لما الشعب يتعود على تهيئه مثل هكذا بطولات. انتم كاعلاميين تواجدتوا في هذه البطوله فضارتوا كل فعالياتها، كيف شفتوها؟ يعني كاعلاميين وخصوصاً كنتوا الأقرب في أرضية الملعب. يعني حقيقة يمكن قالوها إعلاميين سابقين اللي ما تواجد داخل الملعب، فأعتقد أنه ما حظى بالمشاعر الحقيقية، ففعلاً وجود الشخص أو وجود المواطن داخل هذا الملعب راح يعيش مشاعر جداً جميلة وراح تكون من العمر. يعني تحصل على نهاية البطولة؟ ان شاء الله اكيد يا رب. يعني احنا ننتظر، طبعا انا دائما اقولها انه احنا بالبصره لما العريس يريد يتزوج فتقريبا لمده اسبوعين نظل نجهز ملابس جديده وحتى العروسه كذلك، فتجي فتره الزفه، فاحنا اليوم كنا نجهز بالاسابيع الفاتت، فاحنا اليوم نزف فراح نزف الشعب المنتخب العراقي باذن الله. يعني تسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الأخ معن من أول يوم في البطولة تواجد ويانا في المركز الإعلامي، تعاون ويانا رغم الضغط اللي كان عليه. أنتم تتكلمون أكثر تقريبا من 100 ل 200 مؤسسة إعلامية تواجدت في المركز صحيح. الإعلامي صحيح. لكن والله من أول يوم ليل حين ليل هذه اللحظة ابتسامته ما فارقته، وكان دائما يسهل كل العمليات للإعلاميين، يوفرون كل شيء. الحل الأسهل كان يروح له. أنا اليوم أشكرك هني بالإنابة عن يسمحوا لي إخواني الإعلاميين المتميزين المتواجدين، أنا أتقدم لك بجزيل الشكر. ويزعلني أنا اليوم أفارقك، اليوم لي آخر يوم في البصرة وما كان أتمنى أن هذا الفراق يصير. بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أشكركم. إحنا اليوم يعني أنتم يمكن أتونا في شيء العراق كله كان محتاجه. اليوم إحنا نرحب بكم بهذه البصرة، يعني أنتم ضفتوا في شيء لهذا البلد. إحنا بصراحة محتاجين وجودكم. اليوم ممكن كنا حزينين رغم انه هي نهائي هذه البطوله، رغم انه ممكن في النهايه لازم نفرح للمنتخب اللي راح يفوز، لكن هي حزن بالنسبه لنا انه احنا قضينا تقريبا اكثر من 14 يوم. يعني بصراحه كنا فرحين بالاخوان الخليجيين اللي شرفونا، و يعني ضافوا في شيء لهذا البلد. انا اشوف دموع الحزن ولا الفرح في عيونك. لا احنا واقعا يعني اليوم احنا بدنا حتى وان كان ان شاء الله الفوز ان كان للمنتخب العراقي او للمنتخب العماني، لكن احنا حزنانين لان احنا خلاص انتهت هذه الايام اللي اديناها اللي شفناكم بيها، اللي بصراحه يعني احنا من نفتر بالبصره دائما بنشوف السيارات من اللي تابعه للاخوان في الخليج نفرح بهذا الامر. ان شاء الله بالايام القادمه متفرقونا خلاص. يعني احنا اليوم العراق هم من ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وبالنتيجه اليوم كنا نفرح من نشوفكم موجودين ويانا، وهذا البصرة بيتكم، العراق داركم، ونفرح بكم من تكونوا موجودين ويانا. ممكن احضنك على الطريقة العراقية؟ ماكو مشكلة. الله يسلمك حبيبي، جزاك الله خير على كل شيء سويته ويانا، الله يحفظك. اليوم الشعب العراقي كله في البصرة. اي والله. اللي حضر واللي ما حضر. يا الله ان شاء الله الفوز للشعب العراقي، المظلومين المحرومين ينصرهم ان شاء الله. النصر ان شاء الله، لولي اداتني وانا جاية من الناصرية. طالعة من ثلاثة البارحة ولحد هسه توهم دخلوني وكل شيء ما اشوفه قاعد انا اصيح عليهم وما كنت ايش اسوي، وانا جايه مشجعه للفوز العراقي. لولي اداتني لولي اداتي جايه النصر ان شاء الله، النصر يا رب العالمين. بغيت تدخلين الملعب؟ اي والله جيت للملعب وما دخلوني هنا قاعده اقيهم اعطوني مجال ما كنت ايش اسوي. الحمد لله أمنا دخلوها الملعب. مشكورين المنظمين رجال الأمن اللي ساهموا وتعاونوا ويانا ودخلوها لأرضية الملعب.
حاولنا نسوي لقاء وياها لكن ما استطعنا، بنرد لها ان شاء الله بعدين ونشوف شعورها وهي دشت الملعب. بالنهايه الكل يبغى يحضر يتابع المنتخب العراقي من ارضيه الملعب في هالمباراه النهائيه الحاسمه لخليجي 25. ما يلام فوق 40 سنه هم محرومين من هذه الاجواء. خلونا ناخذ اجواء ثانيه في ارض. حيوا حيوا العراقي، 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 حيوا العراقي، حيوا حيوا العراقي، حيوا العراقي. متوتره يأمننا، نريد هدف ثاني للأمان يخلينا بالأمان حتى بعد خلاص ما نخاف. إيه ما نريد تصير ضربات جزاء، إذا صارت ضربات جزاء يعني أعصابنا تلفت وإحنا ما نايمين من البارحة. بس حلو الوطن صح؟ أكيد وطن حلو، وطن غالي، ماك أحلى منه. شو شعورك أنت اليوم تسمعين النشيد الوطني وسمعتي الفنان القدير ماجد مهندس ويغني وموطني؟ تحس قلبك صار هالكبرى من الفرحة، وخصوصا احلام شرفتنا وقمنا نغنيها على عناد كاظم. اي اكيد اكيد فرحه ما تنوصف اليوم. انت من خارج العراق جايه اليوم خصوصا مقيمه خصيصا للعراق؟ انا جيت خصيصا حتى احضر البطوله، اخذت اجازه وبعدين مديت بالاجازه حتى اظل هنا على النهائي. كنت مين في العراق ولا؟ والله يعني تقدر تقول الفكره صارت هنا بعد. الوطن غالي، الوطن غالي. خليني انا 20 يوم بعيد عن الوطن واشتاقت له. صحيح الوطن غالي، صحيح. مو بس الوطن غالي، يعني من تجي هنا وتشوف الناس شلون فرحانين وتحس انه انت راح ترجع حياتك الروتينيه، الناس اللي تعرفهم غير لغه تسمع، غير لهجه، كله صعب صعب صح. عراقي والله عراقي، احلى العين نلعب بالعراق والكاس عراقي. مبروك للمنتخب العراقي وهذا رك للمنتخب العماني. مرحبا عليك عراقي ولا عماني كل واحد، احنا عراقي ونطول عمان حاضرين يوم كل واحد. المهم احنا نجحت البطوله عندنا، المهم البطوله عندنا حبيب قلب. اي والله العظيم كاس عراقي ولا عماني ما يفرق، بس احنا نحب الكاس، نحب الكاس. الله عزيز علينا يا حبيب عمان، اخواتنا اخواتنا، وان شاء الله ان شاء الله نفوز، يعني الفوز ان شاء الله للعراق. بس احنا نتمنى يعني ما ادري ايش اعبر لك عن هاي الفرحه، يعني هاي الفرحه الله وكيلها، يعني هالوادي ما تنوصف. والحسين يعني هي بعد النهايه ان شاء الله الفرحه للفريقين ان شاء الله. بس يعني انت خايف من عمان؟ لا ما خايف، بس يعني جماعه لا ما خايف طلع طلع اللي عندك طلع، والله ما خايف والله شاهد، ما احنا العراق ما يوم نخاف، ترى ما نخاف ابد العراق، والله 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 ما نخاف. هذا عمان وهذا عمان، شنو عمان وغير عمان؟ شنو انا عراقيين ما نخاف، معروفين من يوم البارحه ترى والله، من الطوبة ومن كل شيء، من كل شيء، من كل شيء، من الطوبة ومن كل شيء، يجيب تاريخها كل العراق. اي والله والله كل المجد العراق. يلا شوفوا شوفوا حب الوطن شو يسوي. جاي من الدنمارك، جيت من الدنمارك لهنا عمود اشوف اللعبة. كيف دخلت الملعب؟ كم صار لك الملعب قاعد؟ من الستة الصبح. ستة الصبح؟ ستة الصبح. واخش تطلع خسران؟ نايم ساعتين واجيت هنا. واخش تطلع خسران؟ ها؟ تطلع خسران؟ ماكو خسارة احنا عندنا. شوفتكم هي الفوز، عرفت شلون؟ أول مرة أنا أشوف الخليجيين بصراحة. مستانس أنت أنك موجود؟ مستانس، أحلى استانس. جزاء جزاء. بلنتي الإعمار إن شاء الله واحد، الله واحد. عرفت شلون؟ يا الله يا الله، ضيعة ضيعة. يا الله يا رب 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 العالمين. يا الله يا الله يا الله يا رب ضيعة، يا الله بحق ضيعة ضيعة. يا الله يا الله Yeah.
الفوز كاس الخليج اللي جمعنا وجمع الخليجيين، وفرحانين بشوفتكم هنا. ويا رب يا رب دائما الافراح والسعادة على الجمهور هذا الراقي، واهلا بكم شرفتونا. جماعه الملعب اهتز اهتز هزه اليوم، فرحه كبيره، هذا بالانتباع، هذه الفرحه. اليوم بتي الصفره ويعلنون العراق بطل فيها، شوف يستوي في الملعب، الله يستر. اليوم نبقى للصبح. بعده بعد ما راحت البطولة. ضربة جزاء قاتلة بتكون ديت. إن شاء الله ما بيها شيء، محتاجين الفرحة. محتاجين الفرحة، لازم نفرح. شو تتوقعون؟ بلنتي ولا لا؟ وتشوف ردة الفعل. ها آه، بيحسبها ولا ما بيحسبها؟ بلنتي قاتل صح؟ وقت صعب، صدينا ركلة الجزاء الأولى، ركلة الجزاء الثانية حتكون صعبة بالنسبة لنا. نتمنى أنه كذلك يصدها الحارس المنتخب العراقي جلال حسن، و حاليا لحظات صعبة جاي نمر بها. نتمنى كل التوفيق للمنتخب العراقي. العراقيين حطوا قلوبهم على ايدهم، راح يكون تعادل قاتل. يا رب لا، ان شاء الله لا، ان شاء الله لا، ان شاء الله لا، ان شاء الله ان شاء الله يسويها جلال ويسد الثانيه ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شوف 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 الاجواء هنا، شوف التوتر. مركز الاعلام، الملعب اهتز يا جماعه. يا رب، متوترين متوترين. آه بيضيعها ولا لا؟ إن شاء الله. قول ولا لا؟ قول ولا لا؟ قول. هذا بالتعادل للمنتخب العماني. الثانية الأخيرة. ما اكتملت الفرحة. لا شوف، هي مو ما اكتملت، بس ركلتين جزاء في غضون 20 دقيقة أعتقد قرار يحتاج إلى مراجعة كثيرة. صح صح كان في ضرب، ولكن يعني مباراة منتهية، ما كان من المفروض يعمل ضربة جزاء ثانية، ولكن ثقته كبيرة بلاعبين إن شاء الله ومدربينا إنه الفوز يكون اليوم عراق إن شاء الله، واللقب عراق. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء. اصير معاك، الله
آسيا، غرب آسيا وكأس الخليج. أي بطولة حتى كأس العالم العراق بناخذه، أي بطولة حتى كأس العالم، حتى كأس العالم لو صار بالعراق ما في شيء. كأس العالم بس النظمة وبهذا جمهوره ياخذ العراق. مبروك للعراق، حقق الفوز اليوم ما ينوصف. صوتي مع الأسف رايح من قلبي. الجهود أيمن الحسين رايش عال العال. ألف مبروك للعراق وتحية لكل الأخوان الخليجيين على هذا الحضور بالبصرة، ونتمنى لهم الموفقية بالبطولات القادمة وحياهم الله على الرأس. هاي الفرحة ما تنوصف حقيقة، وإحنا عطشانين ومتسانسين لهاي الفرحة، لأن تعرف قبل 49 سنة لا استضافينا ولا أخذنا بطولة ما عدا كأس آسيا، وهاي الفرحة كلش كبيرة ما تنوصف لنا. العراقي هذا الانجاز، وهذا بعد سنوات طويله حققنا هذا اللقب، وفعلا اثبت كلام يونس محمود ان المنتخبات اللي تجي بارض العراق تختلف عن اللي ما كنا نلعب خارج ارضنا، واي منتخب راح يجي بارض العراق راح يواجه معاناه ويا هاي الجماهير وهاي المؤازره، وان شاء الله هذا المنتخب راح ننافس بيه على اسيا وننافس بيه يستاهل كاس العالم ان شاء الله. اليوم بالنسبه لي انا شخصيا الفرحه فرحتين، فرحه البطوله وفرحة إلي أغلى هدية عيد ميلاد إلي، لأن مواليدي هو اليوم 19، أغلى هدية عيد ميلاد بكل حياتي وما راح أنساها للموت. تخيل عيد ميلادك بيومه منتخبك يجيب لك بطولة كأس الخليج اللي غايبة 35 سنة، أكو أغلى من هيك؟ هابي بيرثدي يو، يبارك فيك يا عمري. شافه جاي من النجف اللي شافه وتحقق الحلم هذا، فوز منتخب على منتخب عمان ونجاح هاي البطوله. شكرا، حي الله الاسود، وكلنا واحد ان شاء الله ملعب خاص، بس الاسد يبقى اسد. احنا لا اسسنا الملعب واحنا نلعب، احنا لا اسسنا الملعب واحنا نلعب، احنا لا اسسنا. هاي فرحه كل العرب مو بس العراقيين، وفرحنا مو بالفوز مال اللعبه، فرحنا بنجاح البطولة، وثبتنا للعالم كله بين العراق قادر على كل شيء. العراق يبقى العراق، انا وضع بعد شهر ما اصدق، كفي لك الله محمد وعلي، ما اصدق. خوفوكم شوي طبعا، متنا مو بس خوفونا، بس يبقى يعني كل هذا الجمهور بالمئات الالاف ان شاء الله يعود العراق، ان شاء الله يعود، موفقين للجميع ان شاء الله. مبروك لجميع العراق، مبروك للمحافظات العراقية اللي اجت آزرت من أربيل لحد الجنوب للبصرة، وإن شاء الله ترجع بالسلامة. عراق يبقى العراق، وأنا جاي من كركوك على مود عراق. أرد لك للمنتخب العماني، اليوم بطولة الخليج خلصت، بس إن شاء الله أنتم أخواتنا الخليجيين بعد خلاص، أريد أشوفكم كل يوم هنا أنا بالبصرة، أشوفكم بغداد، أشوفكم بالنجف، أشوفكم كربلاء، خلاص أخواتنا أنتم ونحتضنكم إن شاء الله. علي بن ابي طالب من سنان غلبه، وعلي بن ابي طالب بعد. السلام عليكم جميعا، سلام على الحضور، سلام على جميع خليجي 25. طبعا انا اشكر الشعب العراقي، اشكر الموجودين، اشكر العاملين من صحافه من اعلاميين، وشكر خاص الاستاذ اسعد العيداني محافظ البصره ما قصر ويانا، وهذا بتعبه ومجهوده ومجهود المتطوعين، مجهود الفريق الرياضي، مجهود اللي ساعده واللي ساهموا كله، يعني ما اعرف شنو اوصف هاي الفرحه اللي عندنا. ف مبروك خليجي 25 للكل، مو فقط للعراق، لكن هاي الفرحه رجعتنا، يعني رجعتنا لورا، وخرت عنا التعب الالم كل شيء عشناه. شكرا للجميع. كابتن والله فرحه، الحمد لله، الحماس الحماس جبناه شلون. انا من البارحه والله من البارحه بالثنتين بالليل انا واقف بباب الملعب خليجي، و8 ونص الصبح طفيت الملعب وانتظر اللعبه. ان شاء الله جاي لنا خليجي، ان شاء الله العرب، ان شاء الله مع العراق. Yeah.
من اول مباراه لنهايه المباراه اليوم، والحمد لله وشكرا. لا كان نصيبنا الفوز والابطال ما قصروا لاعبينا، والجمهور هذا ما ينخذل 65,000 جمهور جمهور متفرج يشجع المنتخب العراقي. وسلام على العراق. رساله لاخواننا الخليجيين، بحال الله بحال الله بحال الله راجع العراق بحال الله. مشكور وجودكم ويانا، مشكور وجودكم واحلامكم، مشكورين مشكورين. طاب العراق طاب العراق. الف شكر لكم ان شاء الله، وما ننسى فضلكم ويانا. وقفتوا وقفة وقفة قوية إن شاء الله، وما ننسى هالكم، رجع هالكم إن شاء الله. حياكم الله ومية يا طويل العمر. شيل شيل يما يما بعد قلبي. هذا الفوز اللي تخصنص نادي، هذا الفوز يا اخواننا والاشقاء الخليج العربي. هذا مو فوز عراق فقط، فوز الخليج باكمله. شكرا جزيلا. فرحتنا بتواجدكم ويانا، فرحتنا وفوزنا بتواجدكم ويانا. يلا 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 شيل 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 يا طويل العمر. طيب حق العراق يا المالك شر، مالك هابل، مالك شر، مالك هابل، مالك شر، مالك هابل، مالك يا طويل العمر. شيل شيل يا طويل العمر. شيل هي فرحة العراق، الغني والفقير فرحنا. ألف ألف مبروك شعب العراقي. فرحتوا هذه الفرحة كثير، هي فرحة ما عندنا غيرها. بسم الله سبحانه وتعالى ابدوا بهذه الفرحة وإن شاء الله كاس العالم بالبصرة. بالبصرة بالبصرة ان شاء الله. ما بتسلمونا ان شاء الله بالبصرة. تواجدكم تواجدكم انتم القطريين والكويتيين، انتم الاعلام الاصيل، وانتم رفعت راس البصرة باعلامك. يلا نسال الله سبحانه يوفقكم ان شاء الله. للشكر الجزيل. اسمع عينك تدمع. ايوه عماني اسمع عينك تدمع. عماني اسمع عينك بتدمع. منتخب العراق وهارد العماني ثاني شيء عظمة العراق بهذا الموضوع. نجاح البطولة أهم شيء، زائد الفرحة هاي اللي محتاجها الشعب. إن شاء الله تكون انطلاقة خير للعراق كله. تغطيتكم للبطولة بصورة عامة وللعراق، أقول يا موطني يرفع علم صرح الحضارات وخلي النوارس على دجلة تطير. ويا موطني يرفع علم صرح الحضارات وخلي النوارس على دجلة تطير. ويا موطني اصبر تعد الصعوبات، الله يقول اصبروا والصبر خير. وحنا شعب واحد قبل عقد المواخاة، وحنا رفضنا بأن يحكمنا أمير. حنا شمخنا علينا الفوق المكانات، والألف شامخ ينتهي بنون تدوير. اللي فهم هالبيت عاش البطولات. اسم بقى بذهان كل المساتير، شعلان أقصد صاحب الثارات، مستر بريطاني كشف الاتصال. عاش العراق عاش العراق. رغم انك خسران البطولة لكن مسوتين كسبناكم انتو ومعرفتكم وبلادكم الحلوة. فرحة عراقية تستاهلوها بعد انتظار طويل. بالعكس هاي هدية منا لكم. الله يخليكم ان شاء الله. تسلم والله. فرحة فرحة لعمان وللعراق، وعمان والعراق نبض واحد. الله الله يبارك فيك. انا اقول مبروك. ليش انا ليش اقول مبروك؟ مبروك لنا هذا التجمع، هذه اللحمة، هذا العرس الخليجي. صحيح انتهى وهذا شيء زعلنا، لكن اليوم القلوب توحدت هنا في البصرة. الإماراتي، العماني، القطري، العراقي، السعودي والكويتي كانوا على كنا على قلب واحد. الله لا يفرقنا. البيت دوم إن شاء الله متوحد هنا في البصرة أو في كل دول الخليج أو الدول العربية. أنا من ملعب بصرة الدولي أختم هذه التغطية، وأشكر كل طاقم التصوير